فصل في بيان الكل والكلية والجزئي والجزئية. الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع. إذا كان الحكم حكم، إذا كان الحكم حكما على المجموع يعني من حيث هو مجموع، يبقى بقيد الاجتماع، يبقى هذا يسمى إيه؟ يسمى كلا، هذا الحكم يسمى كلا على المجموع. على المجموع. فتسمية وتسمية الكل حكما من باب تسمية الشيء باسم متعلقه. يعني أنا عندي الحكم تعلق بإيه؟ تعلق بالكل، لكن تعلق بالكل لا من حيث الأفراد فردا فردا، وإنما من حيث المجموع. فالحكم متعلق بالكل، فالحكم متعلق بالكل، والكل هو متعلق الحكم. فسمي الكل حكما من باب تسمية الشيء باسم متعلقه. فإذا كان الحكم على المجموع فهذا يسمى إيه؟ كلا، هذا يسمى كلا. وإذا كان الحكم على الجميع فيسمى كلية. عارفين الفرق بين المجموع والجميع؟ لا، انا قلت الحكم على الكل من حيث هو مجموع، لان انا ممكن انظر للكل من حيث هو مجموع، وممكن انظر للكل من حيث الافراد يعني الجميع. فمثلا المثال الذي معنا اهل الازهر علماء، فهل هذا حكم على الجميع ولا حكم على المجموع؟ لو كان حكما على الجميع فهذا معناه ان كل فرد فردا فردا في الازهر يصح ان يقال عنه عالم. لكن احنا عندنا ايه؟ ليس كل علماء الازهر، ليس كل اهل الازهر علماء، بل بعضهم علماء والبعض منهم لم يشم للعلم رائح. اما لو كان الحكم على كل فرد، المقصود بكل هنا المعنى، مش ان انا اجد لفظه كل، لا، المقصود المعنى. يعني ايه المعنى؟ يعني هل المحكوم عليه هو المجموع ولا الجميع؟ ده المعنى. اما اذا كان الحكم على كل فرد فردا فردا فهذا ايه؟ هذه كليه، زي ما نقول كل انسان قابل للفهم. فهل ده المقصود به مجموع الانسانيه ولا كل الايه؟ كل الانسان، كل انسان فردا فردا. فاذا كان الحكم على الكل من حيث هو مجموع فهذا يسمى كلا. واذا كان الحكم على الجميع، على الجميع، فهذه تسمى كليه. كويس. ممكن نمثل لها الصلاه المفروضه وصلاه الجنازه برضه. ازاي يعني؟ الصلاه المفروضه واجبه على كل مسلم، وصلاه الجنازه واجبه على المسلمين. يبقى ده بالنسبه للمجموع. الصلاة الفريضة مثلا صلاة الظهر ده واجبة على الجميع، صلاة الجنازة واجبة على المجموع. على الجميع اللي هو على فرض، على اللي هو يعني فرض العين. على جميع الافراد. لكن فرض الكفاية هو فرض لكن على واحد غير معين او على جماعة غير معينة. طبعا ممكن يكون عندي بالنسبة احنا قلنا الكل هو المجموع المحكوم عليه. ممكن يكون الحكم هذا للمجموع من حيث هو مجموع، مش قلنا كده؟ زي اهل الازهري علماء. ممكن يكون الحكم على الكل من حيث هو مجموع، والمقصود به مجموع كل هؤلاء او بعضهم. يعني انا عندي بيقول ايه؟ اهل الازهر علماء. الحكم ده ما قلنا ان هو على بعض علماء الازهر، مش على الكل، بدليل انه قد ايه؟ يوجد منهم من لا ليس بعالم. لكن افرض قال طيب كله بني تميم مثلا يحملون الصخره،
هل المقصود ان هو فرد فرد بيحمل ولا مجموعهم يحمل؟ مجموعهم يحمل الصخرة، مجموعهم ايه يحمل الصخرة. بخلاف لو قلنا مثلا كل انسان قابل للفهم، فده الحكم على فرد فرد، وده يسمى كلية. اللي بيندرج تحت الكل بنسميه ايه؟ اجزاء. الذي يندرج تحت الكل يسمى ايه؟ اجزاء. والذي يندرج تحت الكل يسمى ايه؟ جزئية. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، قلنا ان الكل ضابطه، عشان ابقى اعرف يعني ايه كل، ضابطه هي صحة الانحلال الى اجزاء. يعني مثلا انا عندي ايه، يقول لك هو ضرب مثال بيقول لي ايه الحصير، الحصير ايه خيط وثمار، العيدان اللي هو بيتركب منها ده اللي هو الثمار والخيط اللي هو بيربطه. فدلوقتي انا اقدر امسك هذا الحصير وافكه الى خيط وثمار، صح؟ فاذا كان يصح ان ينحل الى اجزاء هذا يسمى كلا، والاقسام اللي تحديد تسمى ايه اجزاء. طيب واذا كان عندي انه لا يصح انحلاله الى اجزاء، وانما يصح حمل هذا المقسم على الاقسام، فهذا يسمى ايه كلي، والافراد المندرجه تحته تسمى جزئيات. زي علاقه الانسان بالحيوان، الحيوان بنقسمه الى انسان وفرس ونحو ذلك. طيب هل ينفع ان انا امسك الحيوان هذا، او بلاش الانسان اقسمه لزيد وعمرو وكذا، هل ينفع امسك الانسان واقسمه اجزاءه يعني حتت كده، يديني ايد مثلا زيد وعمرو ده، امال ايه؟ امال بقسمه زيد وعمرو، الضابط هنا صحه الحمل. يعني ايه صحه الحمل؟ يعني ينفع اقول ايه زيد انسان، عمرو انسان، الحمل ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني ايه الحمل؟ ان انا اخذت المقسم وجعلته ايه محمولا في قضية موضوعها فرد من افراد هذا الكلية. ده في الكلية. في الكلية انا بقول عايز افرق بين الكل والكلية، افرق ازاي؟ انا عندي الفاظ دلوقتي، عندي الكل والجزء، وعندي الكلية، وعندي الجزئية، وعندي الجزء والكل، والجزئي والكلي والكل والكلية، مش كده؟ انا عندي دلوقتي عندي الكل تحته اجزاء، والحكم على الكل يسمى ايه حكم كلا، وعندي الكلي وتحته الجزئي، والحكم على الكل يسمى ايه كليه، مش كده؟ فايه ال القسم اربعه يعني ايه كلي لا مفيش قسم، انا مش بقسم، هو فين المقسم؟ بقسم ايه ليه؟ لا انا بقول في الفاظ يقابلها الفاظ. انا عندي الكل ده الحكم يقابله ايه الكليه. ماشي. الكل هذا حكم على المجموع، والكليه حكم على الايه الجميع. طيب الكل في عندي بقى ايه الكل ايضا، الكل الاولى دي اللي هو الحكم، الكل الثانيه اللي هي الكل بقى الذي يصح ان يقسم الى اجزاء، ده يقابله الكليه. الكل تحته الجزء، والكل تحته الجزئي. ايه بقى ازاي نفرق بين الكل والكلي؟ الكل له الكل له ضابط، ايه الضابط؟ صحة انحلاله الى اجزاء. كويس؟ انت متصور هذا؟ كويس. مثاله بقى مثاله زي ما قلنا الحصير خيط وثمار، او زي الكرسي خشب ومسامير. ماشي؟ ايه الثمار ده؟ اللي هو العيدان. كويس. والكرسي خشب ومسامير مثلا، مش ينفع ان انا افكه كده خشب ومسامير وطلاء ونحو ذلك، يبقى هذا كل. طالما ينفع اقسمه وافككه كده يبقى هذا ايه كل، وينقسم الى اجزاء. ولا يصح الحمل، لا يصح ان انا احمل الكل على اجزائه. ما ينفعش اقول ايه المسمار، اقول المسمار كرسي، الخشب كرسي، ما ينفعش. خلاص. طيب احيانا كل الطلبه استعملت في الكل هو على الجميع، ما احنا قلنا بقى المهم المعنى. نعم.
المهم اللي المقصود هنا هل الحكم عشان نسميه كلا او نسميه كلية، هل المحكوم عليه هو المجموع ولا الجميع؟ يعني المثال بتاعنا دلوقتي اللي هو كل ذلك لم يكن، او لفظ كله، ومع ذلك بعض اهل العلم جعله من قبيل الكل وبعضه جعله من قبيل الكلية. خلاص، يعني كلمة كل ممكن تستخدم على المنظور فيه هو الى هل هو اراد المجموع ولا الجميع. فاذا كان اراد المجموع سمي كلا بتسمية اصطلاحية، واذا كان المنظور اليه الجميع سميت كلية. ايوه، على اصطلاح المناطق لما نيجي نقول كده كل انسان قابل للفهم دي كليه، لكن لما نيجي عايزين نطبق هذا على الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم او الفاظ الناس مش بالضروره انهم يراعوا اصطلاح المناطق في لفظ كليه، لكن هينظر في هذه الحاله الايه؟ الى المعنى. ماشي، يعني هو دلوقتي كل ذلك لم يكن لفظ كله، الشيخ جابه قال ده مثال للكل، الشيخ اللي شارح قال هذا من باب الكليه للكل تحقيق اللي هو هذا المثال المخصوص. فانا المهم ان تنظر هل احنا بنحكم على المجموع ولا بنحكم على الجميع. ان كان الحكم على المجموع سمي كلا، وان كان الحكم على الجميع سمي ايه؟ كلية. خلاص. طيب، احنا قلنا بقى ضابط الكل ايه؟ ضابط الكل صحة الانحلال الى الاجزاء وعدم صحة الحمل. وعدم في الكل الكل عدم صحة الكل ضابطه صحة الانحلال الى الاجزاء. كل بس كل يركز معايا، خلص بقى كده ايه اللي عايز يسأل. صحة الانحلال الى الاجزاء وعدم صحة حمل الكل على اجزاء، يعني عدم صحة حمل المقسم على الاقسام. جزاكم الله خير. ماشي، فاما اجي انظر للكرسي مثلا اجد ان يصح انحلاله الى ايه؟ خشب ومسامير، صح يا شيخ فارس؟ لكن لا يصح الحمل. ما ينفعش اقول ايه؟ الخشب كرسي، المسمار كرسي. واضح كده؟ طيب الكل بقى ايه؟ المجاز. وعدم ماشي. صحة المقسم اللي هي، لكن إيه لو جيت سألتك الحمل ده صحيح تقول لي غير صحيح. وعدم صحة الحمل لا. وعدم صحة حمل المقسم على الأقسام. ماشي؟ اللي احنا بنقسمه ده بنسميه المقسم، واللي تحتيه بنسميه ايه؟ أقسام. لا، الأفراد اللي تحت المقسم تسمى أقساما، ده بالنظر إلى المقسم. أما القسم بالنظر إلى زميله وأخيه يسمى قسيما. ماشي؟ الكلمة اسم أو فعل أو حرف. المقسم عندي الكلمة، الأقسام اسم وفعل وحرف، والاسم بالنسبة إلى الفعل يسمى قسيما. خلاص؟ الاسم بالنسبة إلى الفعل أو بالنسبة إلى الحرف يسمى قسيما. المثال كده حطه كده، الكلمة اسم فعل حرف، ده مقسم وده قسم قسم قسم، بنسميه قسم بالنظر للمقسم، ونسميه قسيمة بالنظر لأخيه اللي هو ايه؟ القسم اللي معاه الثاني. القسم إلى القسم قسيم، والقسم إلى المقسم قسمة، مش كده؟ والقسم ده يطلق على الجزء ويطلق على الجزئية. فإن كان المقسم كلا فالقسم ايه؟ جزءا، وإن كان المقسم كليا فالقسم ايه؟ جزئي، مش كده؟ والاسم بالنسبة للمقسم يسمى قسيما. المثال بتاعنا يعني والاسم بالنسبة للمقسم قسما. القسمة قسما. والاسم بالنسبة للمقسم يسمى قسما. في المثال ده يا شيخ عادل. ايوه انا سامع. وبالنسبة لأخوه في التقسيم اللي هو الفاعل يسمى قسيما. كويس؟ الكل ضابطه ايه؟ صحة الحمل، يعني صحة حمل المقسم على الأقسام. زي كلمة إنسان، عرفت إنها كل إزاي؟ لما أنا حطيتها في جملة مفيدة في قضية وجعلتها محمولا موضوعها ايه؟ أحد الأفراد، فقلنا زيد إنسان، عمرو إنسان. الحمل ده صحيح ولا غير صحيح؟ إذن يبقى هذا من قبيل الكل، وما تحته يسمى ايه؟ جزئي. يبقى نفس الكلام هنقول ايه؟ بس هنعكس بقى هنا صحة الحمل وعدم صحة الانحلال الى الاجزاء. هناك صحة الانحلال وهنا عدم صحة الانحلال، هناك عدم صحة الحمل وهنا صحة الحمل. ينفع اقسم الانسان لزيد وعمر؟ ما ينفعش. طيب احنا قلنا قبل كده ان هذه الامور كلها من قبيل الامور الاعتبارية. يعني ايه؟ يعني ينفع اقول ان
الإنسان كل مثلا باعتبار وكل باعتبار، مش كده؟ لأن الإنسان هو إيه؟ بالنسبة لزيد وعمر كلي، لكن لو نظرت أنه مركب من إيه؟ من أعضاء. بس مثال إحنا قلناه في المكتب، بس أنا ما تأملت الآن لقيته مثال مش دقيق. ليه مش دقيق؟ لأن الإنسان اللي هو اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو الكلي لا يتركب من أعضاء، بل يتركب من أعضاء اللي هو الذات المشخصة زيد وعمر، صح؟ يبقى المثال ده غير دقيق يا شيخ شيخ خلدون، ما ينفعش، هذا مثال غير دقيق. طيب خلينا بقى ايه بعيدا عن هذا المثال كده، المثال ده ما تاملته لقيته مثال غير دقيق. يبقى ادي عندنا الكل والكلي حالا، انا ضربنا له مثال ده هناك، خلاص يبقى المثال ده اللي احنا قلناه في المكتب مستريم، ماشي؟ الكل خلاص، فهمنا الكل والكلي والجزء والجزئي. ناخد مثال تطبيقي بقى على كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول ايه؟ بيقول في حديث ذي اليدين، عارفين طبعا الحديث ده مشهور، صح؟ مش كده؟ والصحابي كان اسمه ايه بقى؟ الخرباق، الخرباق ابن عمرو، نعم احسن، الخرباق بكسر الخاء، الخرباق ابن عمرو، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذلك لم يكن. فهو الشيخ بيقول هذا من باب إيه؟ من باب الكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المجموع. يعني إيه حكم على المجموع؟ يعني أنه لم يحدث هذان الأمران مجتمعين. يعني إيه؟ ما إن هي ما عايز يقول لا، ما حصلش إن الصلاة قصرت وإن أنا نسيت ما في نفس الوقت، بل بعض ذلك إيه قد كان. يعني إما إنه هو الصلاة قصرت أو إن الإيه إنه صلاة نسي. هو الصحابي قال له: بل بعض ذلك قد كان، إما أنك قد نسيت رسول أو أن الصلاة إيه قد قصرت. فإيه فقال له: لا، كل ذلك لم يكن. كل ذلك، فهل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون قد اجتمع الأمران؟ لكن ده لا يستلزم إيه؟ وجود أحدين، لا، لا يستلزم انتفاء الجميع، انتفاء الجميع، بل من الممكن أن ينتفي الأمران، ممكن أن ينتفي أحدهم، لكن باعتبار ده باعتبار وده باعتبار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إيه؟ كل ذلك لم يكن. ده كلام الشيخ بيقول إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل الكل لا الكلية. طيب إيه اللي دعاه إلى أن يقول إن هذا من قبيل الكل لا الكلية؟ حتى إيه؟ نعم أحسنت، حتى الاسم يا بنسى، اسمك عبد الله، نعم أحسنت يا عبد الله. الشيخ عندما قال إن هذا من قبيل الكل، قال حتى لا يلزم إيه؟ الكذب. لو احنا قلنا من قبيل الكلية، ودلوقتي الشيخ بيقول ده من قبيل الكل، لو قلنا من قبيل الكلية يعني هيكون الحكم على ايه؟ على جميع الافراد، يعني هذا لم يحصل وهذا لم يحصل، لكن الواقع ايه؟ ان فعلا احدهما حصل. الصوفية بيقولوا كده، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان ده من قبيل الكلية، وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك متعمدا. بس خلينا نكمل وبعد كده ايه اللي عنده اضافات وتاملات وشطحات اهلنا، بس احنا نكمل. احنا دلوقتي طريقه البحث دي فيها قفزه كده، يعني المفروض احنا نشوف كلام المصنف ونفهمه ثم نتامله، لما عجبناش نشوف كلام غيره ثم نتامله، وبعد كده نوازن بين الامرين، وبعد كده انت بقى عندك اضافه اهلا وسهلا. أنا أقصد من هو يعني أما نوصل بس معنى جميل في عصمتي للنبي، أما نوصل بس لما خلص يعني. الشيخ بيقول دلوقتي إيه؟ إن هذا من قبيل الإيه؟ الكل، يعني من قبيل الحكم على المجموع. كده واضح؟ يعني إيه من قبيل الحكم على المجموع؟ يعني أنه لم يحصل اجتماع الأمرين معا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منسيش والصلاة قصرت، هذا لا يستلزم إيه؟ انتفاء الجميع، بل ممكن إيه؟ يكون بعضه قد حصل، ويبقى الكلام كده إيه؟ ما يعني كلام صادق، مش كده؟ ايه الذي ما الذي حمل الماتن على ان يجعل هذا من قبيل الكل الى الكليه؟
ان هو ايه فهم ان احنا لو جعلناها لو جعلنا الكلام من قبيل الكليه فهذا يستلزم الكذب، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، يبقى تعين ان يكون هذا من قبيل الكليه. اذا انتفى ان يكون من قبيل الكليه يبقى تعين ان يكون من قبيل الكليه، لان لو حملت على الكليه ده معناه ايه؟ معناه انه قد نفى حصول النسيان ونفى حصول ايه قصر الصلاه، والواقع انه قد حصل احدهم مش كده اللي هو النسيان، فحملته على الكليه يلزم منه ايه الاخبار بخلاف الواقع. ادي كلام الشيخ كلام الشيخ الاخضري ان هو حمله من قبيل الكل لاجل هذا. الشيخ بقى الدمنهوري قال والتحقيق انه من باب الكليه الى الكل ماشي، بدليل قوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم بل بعض ذلك قد كان. يبقى الشيخ الدمنهوري بيقول ايه؟ بيقول لا، التحقيق ان هذا من باب الكل، يعني هذا حكم على الجميع وليس حكما على المجموع. طيب ليه بقى؟ اولا عندنا عده اسباب كده نذكرهم بعد كده نشوف نوجه الكلام ونشوف فعلا هل يلزم الكذب ولا لا. اولا السؤال كان بيقول ايه؟ اقصرت الصلاه ام نسيت؟ فالسؤال بام، فالسؤال بام انما يكون سؤالا عن احد الامرين لطلب التعيين، لطلب التعيين بعد ثبوت احدهما في اعتقاد المستفهم مش كده؟ السؤال بام عن احد الامرين مثلا انما يكون لطلب التعيين بعد ثبوت احدهما في اعتقاد المستفهم صح؟ الجواب يكون ايه؟ اما بالتعيين او بنفي كل منهما، اما بالتعيين او بنفي الجميع، لا بنفي الجمع بينهما لانه لم يعتقد ثبوتهما جميعا، لم يعتقد ثبوتهما معا يعني صح؟ دلوقتي احنا قلنا اما هيكون ايه؟ طيب ام معلومه مش كلام جديد، انت بتحلل كل الالفاظ. فاول حاجه السؤال بام بيقول له هي ترى هي قصرت ولا ام نسيت؟ فام تكون ايه لطلب التعيين ام السؤال بام عن احد الامرين يكون ايه لطلب التعيين بعد لا بعد ثبوت احدهما في اعتقاد المستفهم. يعني هو المستفهم دلوقتي اللي هو الخرباق رضي الله عنه ثبت عنده احد الامرين، لا على تعيين واحد غير معين، يعني هو في اعتقاده يا اما قصرت يا اما ايه نسي، لكن هو مش معتقد ان الامران قد حصل عليه على سبيل الاجتماع، هو مش معتقد كده. الجواب هيكون بقى يا اما يعين احد الامرين يا اما ينفي الجميع، مش ينفي الجمع بينهما، مش ينفي الاجتماع لانه لم يعتقد هذا. امال ازاي بقى قلنا فضلتك بعد ثبوت احدهما عند المستفسر هو لم يثبت احدهما عنده؟ لا ما احنا قلنا ثبت احدهما لا على التعيين، واحد غير معين. اما هذا هو تردد بينهما يبقى ده ثبوت احدهما لا على التعيين. وهو دلوقتي مش طالب غير التعيين، يبقى ايه اللي منفي عند السائل؟ يبقى غالب للتعيين ماشي، ومنفي ايه كمان؟ الجامع معا. يبقى هو الجواب اما ان هيكون اما بتعيين احدهما او بتعيين او بنفي ايه؟ بنفي الجميع. كويس؟ يبقى لا يصح حمل كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على نفي الجمع. لانه لم يحصل اصلا في اعتقاد المستفيد. طب استنى انت شويه نشوف بس الباقيين واخدين بالهم، واخدين بالكم؟ شيخ خلدون فاهم؟ شويه. نعيد تاني. احنا دلوقتي بنحل دلوقتي هو السؤال بام. السؤال بام يكون ايه هنا؟ لطلب التعيين. هو دلوقتي بيساله بام عن احد الامرين. وقد ثبت في اعتقاد المستفهم احد الامرين لا على التعيين، يعني احدهما قد حصل، واحد غير معين. خلاص؟ زي كده في موضوع الواجب المخير، يقول لك الواجب واحد غير معين.
فهنا برضو ايه في اعتقاده انه قد حصل احد الامرين، فسأل بأمر، فالسؤال بأمر يكون لطلب التعيين. لما يجي الجواب المفروض الجواب ايه؟ اما ان يعين احد الامرين واما ان ينفي الجميع، لا ان ينفي الجمع، لان الجمع اصلا منفي في اعتقاد المستفهم، لان اللي قائم في ذهن المستفهم ايه؟ نفي الجمع بينهما، وان احدهما قد حصل، فانا اما اجي انفي له حصول الجميع يا اما اعين احد الامرين. وطبعا هو نفي الجميع مستلزم لنفي الجمع، لكن لا يصح نفي الجمع. ليه؟ لانه اصلا غير قائم في ذهن المستفهم، سؤاله يدل على ان اللي قائم عنده ايه؟ ثبوت احدهما ونفي الجمع بينهما، ده قائم، لانه طالما قام في ذهنه ثبوت الايه؟ ثبوت احدهما، يبقى هذا بالضروره يستلزم ايه؟ ان يكون الجمع منفيا، فلن يبقى الا ان اجيبه اما بنفي الجميع او بتعيين احدهما. واضح؟ نفي الجميع ده مش يستلزم فضلتك توصلنا لتعيين يستلزم تعيين احدهما، نفي الجميع الا يستلزم تعيين احدهما؟ لا مش دلوقتي، هو دلوقتي هو الحكم على الجميع يسمى كليا. ايوه بس هننفي. يعني دلوقتي هو في اعتقاده اما ان الصلاه قد قصرت واما ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي. خلاص؟ هل هو في اعتقاده ان الامرين قد حصل معا؟ هل هو يعتقد انه قد حصل قصر الصلاه والنسيان حصل مع الاثنين مع بعض؟ هو مش بيعتقد كده، هو بيعتقد ان هذا ذات. فالجواب اما ان يكون بان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له اما ان الصلاه قد قصرت او ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، او ينفي امرين معا فيقول لا هذا ولا ذاك، لا حصل كده ولا حصل كده. وهذا يستلزم نفي الجمع اصلا. يستلزم نفي الجمع ثم اصلا حصول الجمع مش قائم في ذهن السائل، ده هو ينفيه اصلا. فانا هل يصح ان يكون الجواب بنفي ما قد قام في ذهنه؟ يصح؟ لا. يبقى خلاص ادي اول وجه ماشي. اول نقطه ترد على كلام الاخضري ان السؤال من الصحابي اللي هو الخرباق بن عمرو رضي الله عنه كان بامر، والسؤال بامر لطلب التعيين بعد ثبوت احدهما في اعتقاد المستفهم. خلاص؟ والجواب عندئذ يكون اما بتعيين احد الامرين او بنفي الجميع، لا بنفي الجمع، لان الجمع غير معتقد اصلا عند السائل، بل هو ايه؟ ينفيه بدليل السؤال بامر. خلاص؟ اذا الجمع ان هو قصر ونفي في وقت ان واحد، هذا هو الجمع. ينفي الجمع هذا وهذا في وقت واحد. نعم اذا يجب ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يجب ان يكون نافيا لكل منهما، يعني يجب ان يكون نافيا للجميع. خلاص؟ ده في احدى الاحتمالات. يعني ايه في يعني الجواب اما ان يستلزم نفي احدهما وثبوت الاخر، او الجواب الثاني ان بس دلوقتي كلامه صلى الله عليه وسلم ايه؟ احنا بنقول لا، قبل النظر الى جوابه صلى الله عليه وسلم الجواب لابد ان يكون اما بالتعيين او بنفي الجميع. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين وانما نفى. نفى، يبقى نفى الجميع ولا نفى الجمع؟ نفى الجميع. بس خلاص كده. يبقى يجب ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن نافيا لكل منهما. خلاص؟ يجب ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يجب ان يكون نافيا لكل منهما. مش ممكن لذين المستفي اصلا خطا، يعني هو مش بيسال بام، فالنبي بيصحح السؤال او الاجابه، الشرط يكون استفتاءه يكون صحيح، فاجاوبه بالاثنين، فانا بجاوبه بالواقع، فالنبي جاوبه بان الامرين لم يشتبه، مش بالاثنين، هو الاثنين هو مش واقع صحيح. ما هو احنا قلنا اللي في ذهنه ان هو احد الامرين قد حصل، طيب ده غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى، فالنفي ده هيكون متوجها للجميع ولا للجمع؟ ممكن يكون للجمع. ليه؟ ممكن يكون للاسف ذهنه ده خطا، يعني سؤاله غلط مثلا.
هو ما اعتقدش الجمع عشان انا فيه يعني غلط، هو ما اعتقدوش، ده هو اللي هو ده هو نافي الجمع، فهو اعتقاده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي ليه وهو اعتقاده صحيح؟ كان بقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله، لان السؤال يدل على انه اعتقد ان الجمع ايه غير حاصل، كان يقر على هذا الفهم مش كده؟ يعني هو اعتقد ان الجمع منفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع ينفي له الجمع ولا يقرر؟ ما طرقش على ذهنه الجمع، ما طرقش، هو السؤال يدل ان هو ما طرقش الجمع. السؤال واضح الذي يتكلم عربي مبين، فخلاص عبارته كده بأمن ماشي. طب هل من الممكن ان نقول يا دكتور ان نفي الجميع كان قائما في ذهن ذي اليدين؟ يجيبه منين ده؟ لا ما هو ده سؤالي. لا من الممكن ان يقال لا، هو سؤاله سؤاله غايه ما يفيده ان الجمع منتفن وقد ثبت ايه تعيين احد الامرين. ازاي هيكون نفي الجميع قائم وهو هو الراجل بيطلب تعيين احد الامرين؟ ازاي؟ هو هنا اللي قائم ذهنه ان الجمع منفي خلاص، واحد الامرين كائن لا محاله. احنا قلنا يا اما يكون فعلا هذا الاعتقاد صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يعين، او يكون هذا الاعتقاد غير صحيح يقول له لا انا بنفي الجميع. مفيش احتمال ثاني صح كده؟ طيب يبقى دي نمره ايه واحد. النمره اثنين ان ذي اليدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك قد كان ماشي. هنا بقى نقول ايه كده قاعده منطقيه حاول نشرحها بس هيجي وقتها بس نحفظها. هذا ايجاب جزئي، هو بعض ذلك قد كان. قضية دي موجبة ولا سالبة؟ موجبة. واضح؟ وجزئية ولا كلية؟ ليه؟ عشان بعض. يبقى هذا ايجاب جزئي سور كلي. هذا ايه؟ مش كلي ولا حاجة، سور متورعة جزئي. يبقى الموضوع مش عايز حفظ، عايز فهم. طيب ممكن مفهوش حاجة يا جماعة، أي حشة حسنك بتلبش كده؟ لا العيب فينا. فاهم الموضوع قصدك كده الصور ده مش انسى التصوير، انت فاهم واضح ايجاب جزئي مفهوش حاجة خلاص. يبقى بعض ذلك قد كان، هذا ايجاب جزئي، هو كده كلام ذو اليدين ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كل ذلك لم يكن، فهو قال له لا بل بعض ذلك قد كان، يبقى هو ايه بينفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. الايجاب الجزئي رفع للسلب الكلي خلاص. الايجاب الجزئي رفع للسلب الكلي، يبقى ده يؤكد، ادي وجه اخر يؤكد ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قبيل ايه نفي الجميع وليس من قبيل نفي المجموع ماشي. الايجاب الجزئي رفع للسلب الكلي. يعني ايه الكلام ده باختصار؟ زي ما يجي واحد من المتعالمين في هذا العصر ويقول لك والله النحاة لم يلتفتوا الى كذا، فقهاؤنا لم يتفطنوا الى كذا، ما مش واخدين بالهم، مش واخد بالك بصيغه ايه السلب الكلي، فنقول والله السالبه الكليه تنتقد بموجبه جزئيه واحده. ايه هي؟ ان انا اجيب له مثال جزئي من كلام النحاة او كلام الفقهاء اهم تفطنوا وانتبه، يبقى القاعده بتاعتك دي بايظه. واضحه خالص؟ بتقول ما حصلش ده سلب كلي، فهو انا اقول لك لا حصل يوم كذا، يعني يكفيني مثال واحد بس اجيبه عشان اخد الكليه بتاعتك دي، ولا لازم اجيب لك 100 جزئيه؟ طب انت قلت لم يحصل، واخد بالك؟ على سبيل السلب الكلي، فانا جبت لك مثال واحد خلاص، يبقى السالبه الكليه تنتقد بموجبه جزئيه واحده. ماشي. فهو دلوقتي قال له بعض ذلك قد كان، وهذا ايجاب جزئي، والايجاب الجزئي رفع للسلب الكلي، فتعين ان يكون قوله صلى الله عليه واله وسلم من قبيل نفي الجميع لا المجموع، يبقى من قبيل الكليه وليس من قبيل الكل. ماشي.
خلاص. طب هو قوله صلى الله عليه وسلم يا دكتور يعني كل ذلك لم يكن ده بقى تبقى ايه دي تبقى قضية ايه كلية الإجابة دي بقى ازاي جواب الجميع لو انا من قبيل السلب الكلي قضايا لسه ما وصلناش للقضايا طب عايزين نعرف كله سالبة كلية سالبة كلية ماشي يا مولانا وبعد ما احنا قلنا الإجابة الجزئية رفعا للسلب الكلي خلاص يبقى ده نفي للجميع ولا نفي للمجموع ماشي خالد الأخيرة دائما مش فيها لو في اليدين قال بعض ذلك لم يكن هذا إيجاب جزئي وهو رفع للسلب الكلي وهذا يؤكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قبيل رفع الجميع ما قلتش يؤكد وهذا يؤكد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل رفع الجميع وليس من قبيل رفع المجموع ماشي طيب لا دلوقتي كلام ذو اليدين احنا قلنا انه ايجاب جزئي صحيح الايجاب الجزئي ده بيرفع ايه السلب الكلي فدلوقتي هو اتى به لرفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم رفع السلب الكلي فيبقى تعين ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايه من قبيل السلب الكلي بدليل كلام ذو اليدين لم يفهم منه الا السلب الكلي خلاص وطالما السلب الكلي يبقى ايه يبقى نفي للجميع مش نفي للمجموع يعني الإجابة الجزئية لا تنفي السالبة الكلية لا تنفيها طبعا من الإجابة الجزئية اللي معانا ده اللي هو كلام ذو اليدين اتى به لرفع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنفي فهو هينفي ايه هينفي السلب الكلي طب النفاية ولا النفوش ايوه ما هو كده نفاية احنا بنستدل بهذا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يحمل على نفي الجميع الى المجموع عمالين نجيب شواهد اولا من ايه قلنا ان امر يسال بها فاز مما يدل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من قبيل نفي الجميع نمره اثنين ان سيدنا الخرباق فهم هذا بالسلب الكلي بدليل انه قال له بعض ذلك فقط هي يبقى دكتور بقى معلش لان هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفي الجمع ما كانش هيتاتى الكلام بقى بتاع بعض ذلك لأنه سيدنا الخرباق معتقد أن بعضها قد كان مش معتقد إيه خلاف ذلك عشان يقول يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فهو معتقد أن بعضها قد كان فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا الجميع لم يحصل قال له لا بل بعض ذلك قد كان يبقى كل ذلك لم يكن ينبغي أن تحمل على نفي الجميع لا نفي المجموع خلاص يبقى كده دكتور الموجبة الجزئية لا تنفي السالبة الكلية لا تنفيها ازاي يا مولانا طب مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم سالبة كلية كل ذلك لم يكن خلاص الخراف قالوا لا بعض ذلك قد كان يبقى نفيتها يبقى لا نفي الجميع مش نفي من نفي المجموع مش نفي الجميع لا نفي الجميع احنا قلنا لا انا مش فاهمها ازاي ما هو قالوا بعض ذلك قد كان يبقى لا نفي الجميع مش نفي المجموع نفي المجموع يا مولانا هو بينفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينفي القضيه دي القضيه اللي بتنفع عن طريق الايجاب الجزئي هي القضيه السالبه الكليه دي بتنفع يعني ما اجي اقول لك انت تقول لي انت نسيت ولا الصلاه قصرت قلت لك لا حصل هذا ولا ذاك فانت قلت لي لا بعض ذلك قد كان يبقى انت هتنفي ايه؟ هتنفي ان يكون ايه الامر هذا وذاك الجميع يعني ان هو يكون حصل نسيان وبتنفي كلامنا في ان يكون قد حصل عدم حصول النسيان وعدم حصول قصر الصلاه بل بعضه قد كان لكن انت لم تفهم من كلامي ان انا نفيت ايه الجمع بينهم صحيح ماشي طب وسكوت لان لو قلت انا بنفي لو انا بنفي الجمع بينهما واخد بال حضرتك فانت تقول لي بعض ذلك قد كان ما هو ده نفس كلامي لو انا نفيت الجمع بينهما مش ده مستلزم الجواز ان يكون قد حصل هذا او ذاك او لم يحصل واحد منهما صحيح يبقى انت كده مش بتنفي كلامي صحيح الجواز الجزئي رفع ده مما يعين ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي حمله على السلب الموجود طيب كله فاهم ولا في حاجه الشيخ علي خلاه ايه تلف معاكم واضح؟ طيب
الامر الثالث بس الشيخ قال عشان مذاكر بقى القضايا وكده فعمال ايه يشكل علينا باللي جاي يعني. لا خليك معانا طيب. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كل ذلك لم يكن. خلاص الناس اللي دارسه شويه بلاغه عارفين ان ايه ان تاخير النفي عن كل لعموم السلب. سمعتوا حاجه اسمها عموم السلب؟ اه ده من عموم السلب وليس من سلب العموم. ماشي. ايه الفرق بين عموم السلب وسلب العموم؟ تقدم كل على العموم. من حيث المعنى سيبنا من الكلام ده. من حيث المعنى في عموم السلب لا عموم السلب ينفي ايه؟ ينفي الجميع. احنا عشان بس نوضحها لك عندي دلوقتي ايه كل الكتاب لم اقرا. كل الكتاب لم اقرا تفهم ايه من الجمله الاولى وتفهم ايه من الجمله الثانيه؟ كل الكتاب يعني ايه بقى بالبلدي؟ كل الكتاب لم اقرا دي كده عموم السلب. يعني ايه؟ يعني لما اقرا شيء من الكتاب معه مش عايز حد يساعده. كل الكتاب اقرا مش عايزين نردد عبارات وخلاص زي ما فاهمين زي ما قال الشيخ علي ولا كلام غلط؟ قال يعني لما اقرا شيئا من الكتاب. موافق اهو. مين موافق الشيخ علي كده؟ موافقين يعني؟ طيب ايه؟ لا لا ده بقول لما اقرا شيئا يبقى خلاص ده للجميع بقى ده. طيب وده عموم السلب. طب وسلب العموم كل الكتاب لم اقرا ده معناه ايه؟ اقرا البعض قرا البعض لا 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 يعني اجابتكم خطا لا تحتمل الا الخطا وكلام غير دقيق. لا مش معناه ان قرات البعض معناه اني لم اقرا كل الكتاب وهذا صادق بقراءه البعض وصادق ايضا بعدم قراءه الكتاب. الله يبقى ما ينفعش تقول لي جوابك انك تقول لي ان بعض الكتاب قراته. لا لا قول صادق صادق بعدم القراءة أصلا وصادق بقراءة بعض وترك بعض بالفعل لا يحتمل ما يحتمل وجها واحدا. واخد بال حضرتك؟ لا يحتمل وجهين ولا يحتمل واحد. اللي هو ايه؟ عموم السلب هو عموم السلب يعني انا عممت السلب فجعلته ايه منصبا على جميع الافراد. لكن الثانية ايه؟ سلبت العموم. سلب العموم يصدق بايه؟ دايما طب سلب العموم تعريفه يعني احنا قلنا في عموم السلب ينفي الجميع. طب وفي سلب العموم بقى نقول ينفي ده لم اقرا كل الكتاب انت هنا نفيت ايه؟ لا ولاني كل الكتاب لم اقرا يبقى ايه سلبناه عن الايه؟ عن الجميع. تمام مش انت كده سلبت عن الجميع؟ طيب ولم اقرا كل الكتاب يبقى سلبناه عن ايه؟ ما انا بسالك اهو الكتاب انا قلت اهو لما اقرا كل الكتاب يعني ما قريتش الكتاب على كله. احنا قلنا يحتمل ويحتمل كله يحتمل انه قرأ. ايوه ايه اللي منفي هنا؟ اللي منفي الجميع؟ لا لا المجموع. طب ما انت جاوبت اذا نفيته عن المجموع يبقى يحتمل البعض ويحتمل ايه؟ العدم اصلا. نعم ماشي؟ خلاص؟ يبقى تاخير النفي عن كل العموم السلب. لان طبعا في كل الكتاب لم اقرا هنا النفي مش مؤخر. ولا حاجة ده هو مؤخر لفظا لا تقديرا مش كده؟ كل الكتاب لما اقرا النفي مؤخر ها؟ جاوب يا ابني قول مؤخر لفظا لا تقديرا. طيب ماشي يبقى اول حاجة يقولون لكن القاعدات ليس مضطردة ايه؟ قاعدة تقديم الكل على النفي عموم السلب ليس مضطردا. يعني ايه ليس مضطردا؟ يعني الشيخ محمد امين الشنقيطي يقول في بعض الايات
يعني يخرج من هذه القاعدة مثل قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. هذا يدل على الآية تدل على عموم السلف مع تقديم النفي على الكل. لا ما احنا قلنا لسه ما جاوبين الكلام ده. احنا قلنا المهم في التقدير مش في يعني لما قلنا كل الكتاب لم اقرا قلنا دلوقتي ادي النفي مؤخر عن كله ومع هذا هو ايه لسلب العموم وليس لعموم السلب لانه ايه مؤخر لفظا لا تقديره والتقدير لم اقرا كل الكتاب. طيب نمره بس مش هيبقى عموم السلب ده كده ما اسموش عموم السلب. لا مش احد افراد ده مش عموم سلب يحتمل هذا ويحتمل ذلك لان انت قلت ان من احد افراد عموم السلب يبقى انت بتنفي الاحتمال الثاني يبقى ازاي هيكون لا يسمى عموم سلب. لا لما اقرا كل الكتاب صادق بقراءه بعض وترك بعض وصادق بايه بترك الجميع. ترك الجميع ده ما يسماش عموم سلب لان ده احد الاحتمالات بس. طيب اللي يؤكد ان فهمنا هذا صحيح علم الحديث بقى ان في بعض طرق الحديث لم انسى ولم تقصر. الله خلاص بدل وجع القلب ده اكبر. والعلوم كلها مفيده انت ما ينفعش يكون في عندنا وجه ممكن ناخده عن طريق المنطق ووجه عن طريق علم الحديث افوت لا انا جيب كل الوجوه خلاص ماشي يا مولانا. الاشكال بقى الذي قام في ذهن العلماء الذي لاجل هذا الاشكال قالوا انه من قبيل الكل وليس من قبيل الكليه ان هو يلزم من ذلك الكذب. فالجواب انه لا يلزم من ذلك الكذب لان مخالفه الخبر للواقع انما تعد عيبا اذا علمها المخبر. خلاص لا يلزم من ذلك الكذب لان مخالفه الخبر للواقع انما تعد عيبا وتعد كذبا اذا علم بذلك المخبر. ماشي يبقى هذا يعد ايه عيبا او كذبا. واما قول العلماء ان صدق الخبر هو مطابقته للواقع فمرادهم اي ولو بحسب ظن المتكلم. ماشي اي ولو بحسب ظن المتكلم فهو في ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه ان هذا هو الواقع يبقى ده لا يسمى كذبا اصلا. خلاص واضحه يا عم الشيخ. بعد ما نخلص خالص نسمع كلام الاستاذ الصوفي. هم خلاص احنا خلاص. طيب نكمل بقى نذكر اعتراض اخر على المثال عشان يبقى كده حققنا المقام. فان قيل المعصيه لا تقع من الانبياء لا عمدا ولا سهوا. لان دلوقتي اننا نصلي الاربعه اثنين ده في الظاهر معصية ولا مش معصية؟ معصية. مش كده؟ فالمعصية لا تقع من الأنبياء لا عمدا ولا سهوا. أليس كذلك؟ فإن قيل المعصية لا تقع من الأنبياء لا عمدا ولا سهوا فالجواب إن محل ذلك ما لم يترتب على وقوعها حكم شرعي. محل ذلك محل المنع يعني منع وقوع المعصية من الأنبياء عمدا أو سهوا إنما محل ذلك ما لم يترتب عليه حكم شرعي. فإن ترتب حكم شرعي فعندئذ تقع هذه الصورة ولا تسمى معصية. هذه الصورة تقع اللي هي كنقصان صلاة أو زيادة صلاة ولا تسمى معصية. وهنا قد ترتب حكم شرعي وهو سجود السهو. ودلالة الفعل أقوى من دلالة القول. النبي صلى الله عليه وسلم بين بايه؟ بين بفعله كويس؟ والنسيان يستحيل على الانبياء نعم
ولكن النسيان الذي يستحيل على الأنبياء هو النسيان الذي يكون من الشيطان. أما إذا كان من الله سبحانه وتعالى فهذا يقع ولا إشكال فيه ولا دخل للشيطان فيه. وطبعا أنتم عارفين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى ولكن إيه منسى، فبينسى لكي يشرع صلى الله عليه وسلم. خلاص بقي أن يقول إنسان هذا بحث في المثال، وقد عودتمونا وعلمتمونا أن البحث في المثال ليس من شيم الرجال. لأن هذه قاعدة مقيدة بقيد، حد فاكر القيد ده؟ لو حد فاكر ومراجع الشرايط حلينا قلنا هذا القيد ما لم يترتب على إيه على ذلك، على هذا المثال، ما لم يترتب على هذا المثال خلاف الواقع في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القاعدة دي مش على إطلاقها، البحث في المثال ليس من شيء من الرجال صحيح، لكن إذا هذا المثال ترتب عليه خلاف الواقع في فهم كلام الله أو في فهم كلام الله سلام ما ينفعش. يعني كنا أنا جايب قاعدة يا عم الشيخ إيه ما نسيت الاسم أنا محمود، هم جايب قاعدة وضربت لها مثال، ما يبقاش اللي قصادك كده غيتت عمال يناقشك في المثال لا كذا لا، هو المثال له غرض واحد هو إيضاح القاعدة، وليس الغرض ان احنا نشوف ايه ما الصحيح في ايه في الواقع ونفس الامر. فيصح ان انا اجيب اي مثال حتى لو مثال صناعي عشان عايز اوضح القاعده، يعني بفرض ان هذا كان جاي صحيحا كويس، عشان كده ممكن اجيب في الاصول اجيب مثلا فرع على مذهب الشافعيه او على مذهب الحنابلة، مش بالضروره يكون مثلا ما في الفقه المقارن، ممكن ارجح في هذه المساله مذهب المالكيه، مش بالضروره يكون هو ده ما اعتقده صواب، لكن هذا الفرع يكفي لايضاح القاعده، فمناقشته تضيع للوقت، لانه بفرض ان هذا صحيح، بفرض ان هذا هو الحكم، فيتخرج على القاعده ينفع يتخرج على القاعده، خلاص؟ بفرض ان هذا هو الحكم، او بفرض ان هذا صحيح، فيبقى المناقشه في المثال ممنوعه، الا اذا اوهمت خلاف ايه؟ الواقع في كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا بقى الكل والكلي والكلي والكل والكليه والجزء والجزئيه. فهذه ألفاظ ستة ماشي؟ نعم هو في تقرير الأحكام في ذهن الناس، يعني أنت لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني إذا عند السهو تسجد سجدتين، ثم وجدت صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسجد ويبين هذا بفعله، فهذا أوضح وهذا أقوى في تقرير الحكم. تكلم عن القبر إيه؟ تكلم عن القبر لأنه بتاع حد الصف. نعم لكن هو القول المجرد لا شك ان دلالته اقل من الفعل، يعني انت لو عايز من القول تشوف الهيئه ممكن يحتمل، لكن الهيئه قدامك خلاص. ما لو اذا اقترن القول بالفعل، اما اذا لم يقترن يعني لم يقترن، ما هو فعله صلى الله عليه وسلم مجردا، ما هو ده يرد عليه احتمالات احنا ذكرناها، اما ان يكون بقصد ظهر في قصد القربى او لا، ده اللي بلا اختصاص او لا الى اخره، من هذه الحيثية فقط، ان هو يعني ايه في تقرير الحكم اقوى من في البيان من القول. صلوا كما رايتموني اصلي. مثلا لما اذا لم يقترن به القول. القول الفعلي المجرد هيرد عليه الاحتمالات اللي احنا ذكرناها سابقا. يعني هو اقوى اذا اقترن به القول. اذا خرج بيانا للقول نعم. طيب كده مفهوم الكلام؟ احنا اقسام الستة بقى. اقسام ايه؟ مش قلناش اقسام، قلنا الفاظ وما قلناش اقسام، بس اقسام يعني في مقسم. طيب. قلنا احنا عندنا في كل يقابله ايه؟ كلي. وكل يقابله كليا، لان احنا قلنا اذا كان الحكم على المجموع فان هذا الحكم يسمى كلا، واذا كان الحكم على الجميع فان هذا الحكم يسمى كلية. والكل اللي هو المقسم الذي تحته أجزاء يقابله الكلي الذي تحته جزئيات، وأن الكل ضابطه
صحة الانحلال إلى الأجزاء وعدم صحة حمل المقسم على الأجزاء. والكلي ضابطه صحة حمل المقسم على الأجزاء وعدم صحة على الجزئيات آسف وعدم صحة انحلاله إلى أجزاء. خلاص. وبعد كده جبنا أمثلة ثم قلنا إن المصنف أو الماتن جعل كمثال تطبيقي جعل قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين جعلها من قبيل الكل لا الكلية. والذي حمله على هذا أنه يعني تصور أنه لو جعلنا هذا القول من قبيل الكلية للزم الكذب في هذا القول، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محال. لكن قلنا إن التحقيق أن هذا من قبيل الكلية للكل كما قال الشارح الشيخ الدمنهوري. هو بس استدل بدليل واحد اللي هو قوله للمصطفى صلى الله عليه وسلم بل بعض ذلك قد كان. وإحنا قلنا لأن هو يعني هذا من قبيل الكلية من وجوه. الوجه الأول إيه؟ السؤال بأم عن أحد الأمرين، نعيد بقى كلام تاني بسرعة، يكون إيه لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما، طبعا بعد ثبوت أحدهما لا على التعيين في اعتقاد المستفيد. كويس. فجوابه إما بالتعيين وإما بنفي الجميع، لا بنفي الجمع بينهما. ليه؟ لأنه لم يعتقد ثبوتهما معا. كويس. فيجب عندئذ أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن من قبيل نفي الجميع لا من قبيل نفي المجموع. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بعض ذلك قد كان، وهذه الجملة من ذي اليدين رضي الله تعالى عنه هي إيجاب جزئي، والإيجاب الجزئي رفع للسلب الكلي. الوجه الثالث تأخير النفي عن كل لعموم السلب، خلاص، فده يفيد نفي الجميع لا نفي المجموع. الأمر الرابع وهو من الناحية الحديثية أن في بعض طرق الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. طيب، فإن قيل يلزم من ذلك الكذب، قلنا الجواب لا يلزم لأن مخالفة الخبر للواقع إنما تعد عيبا إذا كان المخبر يعلم بذلك. وقولهم الصدق مطابقة الأمر للواقع، قلنا أي ولو بحسب ظن المتكلم. خلاص. فإن قيل المعصية لا تقع من الأنبياء لا عمدا ولا سهوا، فالجواب أن محل ذلك ما لم يترتب على وقوعها حكم شرعي، فإن ترتب جاز أن تقع في هذه على هذه الصورة لكن لا تسمى عندئذ معصية. وهنا ترتب على هذه الصورة حكم شرعي ألا وهو سجود السهو. خلاص. والنسيان يستحيل على الأنبياء إذا كان من قبل الشيطان، أما إن كان من قبل الله عز وجل فلا يستحيل لأنه بيكون لشرع الأحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ما معناه يعني أنه صلى الله عليه وسلم ينسى ليشرع. خلاص. والله تعالى أعلى وأعلم. واضح. أول حديثة تشرع بها سجود السهو التاريخ مش عارف. فين أمة دي؟ حديث مش أمة. ما احنا قلناها، احنا قلناها في تصريف متأخر. قلنا لأن السؤال بأم عن أحد الأمرين يكون أو السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما في اعتقاد المستفهم. فجوابه عندئذ يكون إما بالتعيين وإما بنفي الجميع لا بنفي الجمع بينهما، لأنه لم يعتقد ثبوتهما معا. ماشي. إما بالتعيين يعني بتعيين أحدهما أو بنفي الجميع لا بنفي الجمع بينهما لأنه لم يعتقد ثبوتهما معا، يعني لأنه لم يعتقد الجمع. ماشي.
فيجب أن يكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن، يجب أن يكون نفيا للجميع وليس نفيا للمجموع. كله فاهم؟ نعم. طب ايش الفرق بين الكلي والكلية؟ الفرق بين الكلي والكلية الكل ان الافتراضي كان لا افتراضي الكل احنا قلنا الكل حكمه على المجموع الكلي والكلية الكلي والكلية لا الكلية ده حكم الكلية ده حكم يندرج تحت الكل لا يندرج تحت الكل مالك. لا الكل ده حكم والكلية ده حكم لا الكلي الحكم اما ان يكون كلا واما ان يكون كلية طيب. اما ان يكون الحكم كلا واما ان يكون الحكم كلية مش كده فالحكم اللي هو الكل عبارة عن ايه عبارة عن حكم على المجموع هذا نسميه كلا طيب. قلنا ده من باب تسمية الشيء باسم متعلق لان الحكم متعلق بالكل فسمي بايه باسم متعلق خلاص واما الكلية فحكم على الجميع خلاص الكلي اللي هو ايه اللي احنا قلناه قبل كده ما افهم الاشتراك وده بينترك تحته ايه جزئيات ماشي يعني الكلي ليس هو الكليه لا طب الفرق ايه بينهم بين الكلي والكليه ما الكليه قلنا ده حكم يا شيخ الكليه حكم انما الكلي ده الحكم على الجميع ليه الكلي لا الكليه حكم على الجميع طيب والكلي الكلي اللي هو ما افهم الاشتراك زي الانسان مثلا يعني لما يجي بص يا شيخ علي كل انسان قابل للفهم دي على بعضيها كده اسمها كليه انسان كلي انسان كلي لكن القضيه على بعضيها كده اسمها كليه او هذا الحكم ايه يسمى كليه تسميه الشيء باسم متعلق اللي في حكم في قولنا اهل الازهر علماء احنا كده بنحكم على الايه على 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 الكل بس بقيد ايه او من حيث المجموع خلاص يبقى هذا الحكم متعلق بايه متعلق بالكل كويس فاحنا يبقى انا عندي الحكم هو المتعلق والكل هو المتعلق فاحنا سمينا المتعلق باسم المتعلق سميناه كلا ما هو الكل احنا قلنا ايه يطلق ويراد منه الحكم ويطلق ويراد منه ما تركب من اجزاء خلاص ويبقى هو ده من قبيل المجاز واصبح حقيقة اصطلاحية احنا قلنا قبل كده الحقائق الاصطلاحية مجازات لغوية مش قلنا كلام الله تعالى اعلى واعلى